السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة، عن هتكلم معاكم النهاردة عن مذبحة أكتوبر. مذبحة أكتوبر يا جماعة، الزوج اللي تهجم على زوجته في الشارع قدام الناس ومسكها سدد ليها كذا طعنة وكمان ذبحها. أقول لكم تفاصيل الخبر، وكمان هتكلم معاكم النهاردة عن لحظة القبض على الموديل سلمى الشيمي. سلمى الشيمي يا جماعة اللي تم القبض عليها بتهمة نشر الفسق والفجور، زيها زي حنين حسام ومودة الأدهم وأنوش. أتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. أبتدي معاكم بموضوع مذبحة أكتوبر، أحكيها لكم الأول كده وبعد كده هقول لكم الخبر. بصوا يا جماعة، الواقعة حصلت بالظبط في 6 أكتوبر. فجأة لقينا فيديو مدته 70 ثانية يا جماعة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كلها، الدنيا كلها اتقلبت على فيديو ما يتعداش يعني الدقيقة وحاجة. الفيديو ده عبارة عن حد ماسك واحدة كده وعمال يديها كذا طعنة في جسمها، وبعد كده مسكها زي ما قلت لكم ذبحها. لا حول ولا قوة إلا بالله، بجد حاجة تحزن. فيديو يعني بشع، لو أي حد قلبه ضعيف لا حول ولا قوة إلا بالله لو شاف الفيديو ده هيجيله حالة نفسية. القصة كلها إن الزوج ده عنده 42 سنة، الزوجة عندها 32 سنة، هما من أكتوبر قاعدين في منطقة اسمها أبناء الجيزة في 6 أكتوبر. الزوجة دي يا جماعة على طول بينها وبين زوجها مشاكل اسمها دعاء، على طول ما بينهم وما بين بعض مشاكل. في يوم من المشاكل دي الزوج مسكها ضربها، وكان على طول متعود ان كل ما يضربها يرمي عليها يمين الطلاق وبعد كده يروح يصالحها ويرجعها تاني. المره دي لما ضربها ورمى عليها يمين الطلاق راح عشان يرجعها في بيت ابوها، قالت لا انا مش هرجع له ومش عايزه اعيش معاه مره تانيه. والزوج بقى مش يسكت على كده، لا فضل يراقبها لغايه ما خرجت من بيتها وكانت رايحه السوق اللي في 6 اكتوبر. اول ما لقاها لوحديها راح طلع عليها ومسكها، كان معاه سكينه وزي ما قلت لكم عمل فيها اللي انا قلت لكم عليها، سدد كذا طعنه ليها في الشارع قدام الناس والناس ما قدروش يحوشوها من تحت ايده من تحت ايده. وقعت طبعا اتوفت في الحال لانه ما سابهاش غير لما بصوا، يعني ايه عارفين لما يكون حد متغاظ من حد قوي ومسافه ما يشوفه بقى ينتقم فيه، ماتت. وقعت مسافه ما خدت كذا طعنه دي راحت طبعا ماتت في الحال. اخوها عرف بالموضوع راح بسرعه دور عليه لقاه قاعد في شقه الزوجيه. طبعا راح هناك وتهجم عليه وعمل فيه زي ما عمل في اخته في شقته يعني، وتم القبض دلوقتي على اخو الزوجه. يعني واحده ماتت، واحد توفى، والتاني محبوس، والعيال في الشارع. ادي اخره الشاب، ادي اخره الخناق، ادي اخره الخلافات يا جماعه. لا حول ولا قوه الا بالله، بنقول حكموا يعني حكموا عقلكم قبل ما تعملوا اي حاجه. هقول لكم تفاصيل الخبر زي ما مكتوب. بيقول لك كشفت تحريات مباحث الجيزه تفاصيل صادمه في تسديد عامل عده طعنات في جسد طليقته اثناء مرورها في الشارع، حيث سقطت على الارض جثه هامده، مما دفع شقيقها للتدخل ليحدث اصابات بالمتهم ثم القبض عليه، واختار النيابه العامه لمباشره التحقيق. بيقول لك كانت منطقه 6 اكتوبر شهدت جريمه بشعه في وقت الصيام بعد ان فوجئ المره في الشارع بقيام رجل بتتبع سيده ثم ينقض عليها بتسديد عده طعنات بسلاح ابيض حتى سقطت على الارض جثه هامده. بيقول لك كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو مدته 70 ثانية يظهر خلاله قيام شاب بالتعدي على سيدة بسلاح أبيض بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وقالت التحريات أن المتهم في الواقع قام بالتعدي على المبنى عليها أثناء مرورها في الشارع، فيما تمكن أهالي المنطقة من القبض عليه، وأثناء ذلك قام شقيق المبنى عليها بالتعدي عليه بالضرب في مناطق متفرقة من جسده، وتم ضبطهما وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. زي ما قلت لكم وقت الشيطان
ممكن تحصل بلاوي. الخبر التاني يا جماعة عن تفاصيل القبض على سلمى الشيمي. سلمى الشيمي يا جماعة الموديل اللي على طول بتحب تطلع تتصور بلبس مستفز او لبس عاري وبتبين جسمها وبتعمل فيديوهات مش كويسة. قبل كده عملت سيشن عند الاهرامات وكانت واقفة بطريقة وكانت بتبين مفاتن جسمها وتم القبض عليها قبل كده وطلعت واتشهرت من بعديها. وياريت بقى تتقرص بعد كده، طلعت بقت تعمل فيديوهات فظيعة. هقول لكم تفاصيل الخبر. طلع المستشار اشرف فرحات واعلن عن القبض على سلمى الشيمي وقال ايه؟ القبض على الموديل سلمى الشيمي لنشرها مقاطع وصور منافية للأداب العامة متعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصري وبتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وكنا منذ فترة ليست بقريبة تقدمنا ببلاغ لمعالي النائب العام وقد تعددت البلاغات ضد المحتوى الذي تقدمه. وبيقول لك ان هي تخرجت من كلية التمريض وكانت محجبة وانطلقت في عامل ازياء تلك الفتاة اللي عندها 25 سنة. سبق وتقدمنا ضدها ببلاغ بمناسبة جلسة تصوير بالاهرامات عام 2018 وسرعان ما عادت الى اتيان تلك السلوك المشين تاني بغية يعني جلب المشاهدات والتربح. والله اعلم ماذا سوف يكشف لنا التحقيق مع عقب فحص الهواتف الخاصة بها. كمان بيقول لك قامت أجهزة الأمن بالجيزة يوم الاثنين القبض على الموديل سلمى الشيمي بتهمة نشر مقاطع وصور منافية للآداب العامة متعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصري وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. كمان يا جماعة بقية الخبر بيقول لك كمان تنصلت سلمى الشيمي مما نسب اليها. يعني قالت ايه؟ انا ما بعملش حاجه من اتهامات. وقالت امام النيابه العامه انها اعتادت تصوير سيشن لها وكانت بتنشر على موقع التواصل الاجتماعي غاويه الشهره ومشاهدات العاليه. واعترفت خلال التحقيقات بالاتفاق مع المصور محمد على تصوير سيشن امام هرم سقارة ده قبل كده، تربطهم علاقه عمل قبل كده، هو اللي صورني الصوره الشهيره امام عربه الموز، مشيرة الى انها فور يعني فور اللي حصل ده ان هي كانت بتتصور فور نشرها لصور سقارة على التيك توك والفيسبوك قامت الدنيا ولم تقعد. وقال عمرو شقيق مصور الفوتو سيشن فتاة السقارة ان شقيقه حاصل على دبلوم صنايع وعمل مصور في احدى الاستوديوهات بمنطقة المعادي وتعرف على سلمى الشيمي. بيقول لك ظهرت في العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي ويتم القبض على القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون. اللي يعني التوتال بتاع الموضوع ان سلمى الشيمي دي موديل متخرجة من تمريض فجأة كده راحت نفخت وعملت عمليات ومش عارف ايه وبقت شايفة نفسها شوية وبقت تطلع تتصور صور وفيديوهات فاضحة اقل ما يتقال عليها فاضح. طبعا الموضوع زاد عن حده مره واثنين وثلاثه وعشرين لغايه ما تقدم كذا محامي ضدها بلاغ للنائب العام لغايه ما تم القبض عليها زيها زي حنين وموده وقنوش. ادي اخره الغلط وادي اخره الحرام، ادي اخره اللي تطلع تبيع جسمها عشان الفلوس، ادي اخره اللي تعري نفسها عشان المشاهدات وعشان تعمل اسم وشهرة ليها. رمت التهم على المصور، المصور قال لك انا مجرد مصور بعمل سيشن وبصور ماليش دعوة، انا ما بضربهاش على ايديها والله اطلعي البسي ده او اقلعي ده او اعملي كده او تصوري بالشكل ده. هي اللي كانت بتقول انا عايزة اتصور وانا شغال دي شغلتي، وهي كانت بتقول لي اعمل كده انا كنت بصورها عشان تتشهر لكن انا ماليش دعوة. تم القبض عليها والعقوبة بتاعتها زيها زي مواد الأدهم وحنين حسام وأدي آخرة الحرام وإن أنت ممكن تقعدي تلمي فلوس قد كده وتقولي إن هم مش هيمسكوني النهاردة مش هيمسكوني بكرة، هتتمسكي هتتمسكي لا حول ولا قوة إلا بالله.